مرحبا، كيفكم؟ انا جيت لكم في فيديو جديد. فيديو اليوم كثير رح يكون انا ناس عشوائيه من اهلي واصحابي، وراح احكي معهم تخبيص، يعني راح احكي معهم عربي بس مش عربي بنفس الوقت. ممكن اعمل سبايس خفيفه واصير اضلني اعمل ميوت واشيل لحد ما يصير يقطع الصوت. شو بدي تفهم كيف؟ اخبطوا على زر السبسكرايب وعلى الجرس وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا، بلش بفيديو اليوم. بدي احكيكم عن منتج كثير حلو كثير البنات حيستفيدوا منه، اللي هي المسكارة اللي انا هلا حطيتها. هي مسكارة ذري الماجنت، نزلوها بنفس جديد. الشيء اللي صار افرجيكم التركيبه هاي اللي جوا السوداء معززة بمعادن، وفرشاية المسكارا هاي ماشي مشحونة مغناطيسيا، فلما تصيروا تحطوا بتلتصق الفرشاي مع الهاي مغناطيسيا وبتعطيكم رموش كتير طوال. هاي التركيبة بتدوم لمدة 36 ساعة، بالإضافة أنها مقاومة للمي. أنا جدا بنصحكم بهاي المسكارا للبنات اللي بدهم رموش عن جد يطولوا، يعني كتير منيحة. وابتداء من 19 شهر اللي هو اليوم هتكون متوفرة في سيفورا، فما ضيعوا على حالكم لأن اللي بستخدمها 3 أيام ونكيف عليها. أما بدي أقطع عليكم الفيديو أما نكمل. أوكي، أول حدا بدي أرن عليه زينة، عشان زينة هلأ طالعة. هاي هاي زينة، أهلا وسهلا. شو بدك تطلعي؟ لا بدي أسألك. هسا أنت أخذت اللي عامي عنا؟ مين؟ أنت أخذت اللي عامي عنا؟ اخذتي اللي عندي عنا؟ ولك اللي عنا شو اللي عنا؟ ولك اللي عنا؟ لا والله اذا بتحكي كلمه صوتك بيقطع. على مزاجي بالضبط هي. شو؟ لما تحكي الكلمه صوتك بيقطع. بحكي واتساب. استني هلا ببعث لك اياه. يلا باي باي. خليني ابعث لها واتساب. هاي سارة، شو بتقولي؟ بس تصوري فيديو. كيف بس؟ تصوري فيديو؟ مقلب اختي؟ لا مو شرط انت، كل الناس. لا حلو والله، ما بدي احكي انا كنت بحكي كلمة. يا عيني. بس اسمع، بدك شيء من برا؟ لا يسلم. اوكي طيب، باي باي. اول وحدة قالت برانك. بس ما توقعت زينة تحكي لي ابعتي لي على الواتساب، والله ذكية. بتقلن على صاحبتي لين، بس بدي اعرف شو بدي احكي لها. اسمها لين رياكشنها، انا بدك تضحك وبضحك بضحك بضحك. مش عارف شو بدي احكي لها. استني اسمعي، تذكري لما رحتي عملني وشنا عملنا؟ تذكري لما رحنا عملنا مش من هال؟ تذكري لما عملنا في هذا المجن الاكل من الترمينال؟ الاكل من الزمن؟ شو لما نتكلم باي محل؟ اوكي بسم الله يا رب ترد. ردي، شكلها نايمة. حيرانة علي. عزيزتي روتي، كيفك؟ الحمد لله. ايش هيك مصدومة حسيتك؟ خبت أفضل شخصيتك. لا عادي، بس اسمع بدي أسألك. بدي أسألك، تتذكري لو احنا أكلنا هاي بالمكان، أي مكان؟ مش سامعة صوتك أبا. بحكي تتذكري لما رحنا أكلنا الوجبة ديك تبعت البصر، كيف كان طعمها هذيك؟ بأي محل كانت؟ شو؟ الله، اكلنا شو اكلنا؟ وي احنا اكلنا دي مره. شو اكلنا اخر مره صايره؟ ولك مش باخر مره، هذيك المره زمان. شو اكلنا؟ كده الوجبه تبعت اللي مش نانا. لونج بون. ولك لا، لونج بون بعرفها. الوجبه اللي عندك صوتك بيقطع، مش سامعه حالك. زينة، ولك زينة ردي علي. بالله يا زينة، شو بيقطع هيك بسمع. طيب هسه استني، هلا بحكي لزينة. ما بعرف، انا بتذكر. خليكي ايش؟ احكي لي صوتك واضح، شو الوجبة؟ شو اكلنا؟ ولي احنا اكلنا من الراجل. صارت صوتك بقطع، صار روشة مكان تاني، روشة مكان محترم. يلا. هيك سامعتني؟ سمعتك منيح؟ تست يلا يا سارة. بس قالك عن الأكل اللي أكل. ما هو عم بتحدى زينة يا لين. عم بتحدى فيها؟ طيب شو؟ إنه هي نفسها اللي أكلناه، إنه نفسها. شو
شو هي نفسها؟ نتأكد العلم لا وكشوفك لسانك صوتك جوك اه عشان هيك بحكي بدي اياها تسمع انه انت اللي الجواب صح طب اسمع شكلي بدك خليني اسمع الاجابه وافتح فيكر بعدين بحكي سمعي شو؟ صوتك ابدا مش مسموع كيف يعني مش مسموع؟ انا والله حكيت لك لين انت مش سامع الاكله والله زاكية هلا انا وزينة اوكي تحدينا بعض اوكي انه الاكل نفس اللي اكله مرمونيها مع سناكة هلا معي بفتح معك فيديو كول على الانستغرام مزبوط اه يلا تعي يلا اوكي احكي يلا يعني you got pranked انا شو بلشت امشي بالدار استفزيت جدا انا بحكي صار فتح سبيكر زين بتسمعني وتخلي محترمه اللي بعده سدين انا مش بالعاده برن عليها دائما ببعث لها فرح تنصدم بدي احكي لها انه ما معينت الو هاي سوسو اهلا اسمعي ما معي نطفة ضروري اه اسمعي هسه بدي اسألك مش انا وكذا كان ذيك المرة انه اللي رحنا عليها ذيك المرة هو ايش هو؟ ولك المكان اللي رحنا عليه ذيك المرة شو نفسه؟ ولك المكان اللي رحنا عليه ذيك المرة اه ماله؟ هو نفسه صح؟ ايش هو لي نفسه؟ ولك نفسي يا الله هي قدامي هي مش طبيعي انا مش قادرة اتحمل اقسم بالله ما انا فاهمه شيء حكيت لدينا انا راح ارن على سدين واحكي لها انه نفسه ولا لا بس هي ما ردت علي زميان مش نفسه يعني نفسه ها شايف زينة احكي لها انا مش هو نفسه انا ما فهمتش شيء مبدئيا بس نفسه صح اسمعي خلص طب زينة بصير تروحي يلا اوكي استني شوي هسه بدي العب عليها اقولك انا مش عاجبني حكيت لها اكثر من مره انه خلاص ما ردت علي ساره صوتك كثير بقطع شبكي عندك تقول تحكي بدون حمام من عند اختك شو هون استني شوف استني هلا عندي ابو التليفون احسن لبنى. بحكي لها انا وزينة كنا واقفين قبل شوي بالسيارة اجت صار لقيتي ما رحنا هذه المرة احنا انه رجعنا منها فانا حكيت لها انه هلا برن علي سدين على الاقل انه يعني حدا يحكي انه هو نفسه يعني ما فهمتش شيء برضه اسمعي ليش تبعتي لي فويس يعني انا مش فاهمة ولكن المشكلة اني ما معنيت انتوا كنتوا بالسيارة بقيت راح انا بدها تروح هذا ما عرفنا باب ما فهمتش مش خلص اوكي مش قادرة اتحمل اني ما احكي لحدا مش قادرة اتحمل ولك ما في موضوع انا بعمل ميوت بضلني اشيل الميوت انا بخبص عم بصور استني شو عجبك كثير حلو تنرفزيني انك لما تضحكي ببين اما لما حيوانه انت ومقالبك حبيبتي اي لاف يو باي يلا باي باي ما
موتتني كيف عملت الباي الاخيره. يما هيك بيطلع صوتي عندهم. مين ممكن ارن؟ يا الله ليش ما عندي ناس انا احكي معهم؟ والله بس ماما واخواني يعني كم واحده من صحباتي. هاي كانت نهايه فيديو اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا. عن جد فيديو ضحكت فيه من كل قلبي، اكثر اشي سدين يا الله موتتني. لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي اذا انتم مش مشتركين، بكم كثير. ان شاء الله بتشوفوني بالفيديو الجاي.